السندات اللي اصدرناها هي جزء من خطتنا التمويليه، ونحن دائما نغتنم الفرصه لما نشوف انه في فرصه بالسوق انه نقدر نحصل على شروط جيده او شروط افضل. دائما طرحتوا 500 مليون تغطى اكثر من مليار ونص تقريبا، غطى بحوالي المليارين دولار تقريبا، 3.8 مرات اضافه من ما كنا طالبين، وقدرنا نستحصي على اسعار على اسعار جيده جدا وبشروط جيده جدا. فماجد فوتيم دائما نحن جاهزين لاقتناص الفرص، وهذا اذا دل ان دل على شيء يدل على متانه الشركه، يدل على سمعه الشركه اللي هي عالميه. اذا تنظر للمستثمرين بسنداتنا هن من امريكا الى اسيا بما فيه الشرق الاوسط. وكيف سيتم استغلال حصيله هذه السندات؟ اول استخدام هي تمويل مشاريعنا، المشاريع القائمه، المشاريع لا تمويل مشاريعنا يلي المستقبليه وتمويل التوسعات اللي نحن فيها. مول مصر هو استثماره، مجموع الاستثمار هو 722 مليون دولار، ما يوازي بسعر اليوم 11 مليار و550 مليون جنيه. أمن مول مصر فرص عمل ل 41 ألف مصري بشكل مباشر وغير مباشر، يعني أو موظفين في المول أو موظفين مع الشركات أو توظفوا مع الشركات يلي هي مسؤولة عن تقدم لنا خدمات أو موردي خدمات أو كونتراكترز وإلى ما هنالك. هذا ربما يعني أن يصبح مول مصر أكبر استثمار لمجموعة ماجد الفوتيم داخل السوق المصرية. هو أكبر استثمار في السوق المصري حاليا، وطبعا نحن عندنا مشاريع اخرى قيد الانشاء، عندنا سيتي سنتر الماظة، اليوم اذا بتقطع منطقه الماظة بتشوف انه اليوم قيد البناء، وفي عندنا ان شاء الله توسعه سيتي سنتر المعادي يلي قريبا حنباشر فيها كمان، حيتضاعف حجم سيتي سنتر المعادي 5 أضعاف من ما هو عليه حاليا، وطبعا ننظر الى مشاريع اخرى بعد ذلك، بالاضافه الى توسعه كارفور وتوسعه ماجيك بلانيت وتوسعه فوكس سينما. اليوم فوكس سينما بمول مصر فيها 21 شاشه. هل المشروعات دي كانت ضمن مذكرات التفاهم اللي وقعتوا عليها في مؤتمر شرم الشيخ؟ نحن بشرم الشيخ اعلنا عن خطه استثماريه لمصر في مكان يوازي في حينه 23 مليار جنيه مصري. طبعا المبلغ هيدا حيكون اكبر من هيك بالجنيه المصري، انما المشاريع هي اللي اعلنا عنها في شرم الشيخ.